مشاهدي قناة شوف تي بي السلام عليكم كنتواجد معكم من مدينة الجديدة وكتواجد معنا هاد السيدة اللي أرملة اللي تصاب الولد ديالها يعني الابن ديالها بمرض السرعة ومريض أيضا بالكلاوي وخاصو ينعس في سبيطار ديال بن رشد بمدينة الدار البيضاء ولكن هي ما قادراش على المصاريف ديالو والصدمة أنها ساكنة هذه مدة ثلاثة ديال السنوات ما عندهاش الضوء يعني كيف يعقل سيدة كتعيش هي والوليدات ديالها ارمله ما عندهاش الضو مقطوع عليها هذه ثلاثه ديال السنوات يعني عذاب محنه كتعيش هذه السيده وهاد الوليد دابا خاصو ينتقل على وجه السرعه الى مدينه الدار البيضاء اللي مريض واللي في حاله حرجه حاله صعيبه هو قاصر هو صغير كان بامكاننا نبينوه ونوريه لكم ولكن ما نقدروا شي نبينوه لانه الطفل مازال قاصر غنخليو الام ديالو المكلومه المصابه اللي مريضه اللي كتعاني مع وليداتها باش هي تكلم لينا على الحاله النفسيه ديالها وعلى الظروف المعيشيه هي غكاري هاد كوزينا وكوزينه كتعاني الامرين معاناه حقيقيه كتعيشها هاد السيده غنعطوها باش تكلم لينا على المعاناه ديالها وعلى هاد الوليد ديالها اللي خاصها تنقلو على وجه السرعه لمدينه الدار البيضاء ولكن ما عندهاش باش تعتقو وكتشوف الوليد ديالها كيتقطع كيموت قدام عينيها ولكن ما عندهاش باش تديه لمدينة الدار البيضاء ما عندهاش باش تدي الدواء ما عندهاش باش تاكل يعني حتى المصاريف ديالها ما عندهاش ظروف قاسيه جدا غادي نعطوها هي غتكلم لينا على الوضع ديالها وعلى الوليد ديالها تفضل السلام عليكم شنو المشكل اللي عندك انت الوليد ديالك انا انا المشكله عندي عندي وليد مريض عندي خمسه الوليدات الراجل متوفي دابا ربع سنين دابا وعندي وليد مريض ليا مرض الصارع بيليبسي والمشكل بهداك الدوا اللي كنت كنعطيه الدري تترف في الكلاوي ولا عنده مرض من الكلوة كلوة وحده بدات كتنشف ليه يلا يلا كنصارع كنخدم غير باش نداوي ولدي وباش نهز دراري ولادي كنخدم عند الناس في الديار كنمشي مش يعني ما عندكش شي عمل شي حرفه شي وظيفه ما عندك حتى لا ما عندي لا لا اعمال لا حرفه لا حتى شي حاجه كنمشي كنمشي للموقف هنا في الجديده كنمشي للموقف كنضل بركه تما حتى كيجي شي, شي حد اللي باغي مره تخدم لي كنمشي نخدم لي داكشي اللي كنجيب يلا كيكفيني مع ولادي أه 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 يعني هذا واحد المسؤوليه صعيبه بزاف يعني راجل يكون عنده عير وليد ولا بنيه غيغلبوا غيكون مغلوب من جيته ما ادراك انا عندي خمسه الوليدات يعني اللي كنضل ندبر ونكافح غير باش نوصل لهم ديك المعيشه ديالهم يعني. اش نقول خويا تقهرت تقهرت الزمان غلبني ودنيا دواره تغلبت بزاف مع مع ولادي بخمسه عندي الجبنيات وثلاثه الولاد تغلبت بزاف المشكل انا أه... يلا خارجة السيمانة الأولى ديال رمضان يلا خارجة مع ولدي من السبيطار ها هما الوراق يلا درت ليه التحالف درت ليه الراديو والشبكة وكلشي باش أنا نعس ولدي هادو هما التحاليل كلشي كاين هنايا ها هما التحاليل ها هما ولادي دابا بداو كيعيشو لي واحد المرحلة صعيبة يعني تلت سنين وأنا الدو مقطوع عليا من هنايا دابا مول الدار جاي باغي يقطع ليا المات هوايا فين غنمشي انا وولادي كيفاش غنعيش ما عرفتش انا ولادي دمروا ليا ولا ولادي مراد لي ولاو معصبين بقاو باغيين يقراو مبقاو باغيين حتى شي حاجه يديروها المشكله نهار اللي نعس فيه السبيطار جيت لقيت الحوايج ولادي كل وكلشي لقيت الماء هاز الماعن هاز كلشي يعني الجيران هو من اللي عطاونا السدادر فاش تكينا هو من اللي عطاونا كل شيء حوايج يبقى عندهم أولاد يبقى عندهم الحوايج لا حاجة ما يلبسها هدا حاول رقم هاتفي ديالك اللي يتعاون معاك يتواصل معاك رقم هاتفي ديالك شحال صفر ستة خمسة وتلاتين عشر أربعة وربعين خمسة وثمانين أنا 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 الولين. انا الوليد ديالي مكافيه معاه ولكن انا كنطلب من الناس يساعدوني وخا اجي دويره نجمع فيها انا ووليداتي انا نخدم ونكافح وباش الله انا بغيت غير دويره انا ووليداتي في نجمع انا وياهم حيت تقهرت عيد اخويا يعني واحد نهار انا غنطلع الزرقه ثلاث سنين وما بلا ضو بلا والو هانت شفتي الضو ما كاينش راك شفتي اخويا المكانه في الدار شفتيها ما يعني راه عيت يعني 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 راني عيت يعني ثلاث سنين وهو الضو ما كاينش راه واش انا وسط المدينه وسط المدينه ماشي انت في شي في شي عروبيه ولا في شي بلاصه بعيده وسط المدينه والضو ما عديش واش هاد كيبغي ربي ولا عبده؟ ربي كيبغي لا ربي لا عبده هاد الشي مول الدار باغيني نخوي بغاني نخوي هذا واحد السيد كان كان راه ليا هاد البيت وكوزينه اللي هنايا راه لهم 100 مليون وهذاك السيد وقع ليه مشكل بقيت فيه انا وولادي وقع ليه مشكل ما بقاش هذاك السيد مول الدار ولا باغي يخرجني من شافني بقيت اب وحدي الدار ولا باغي يخرجني كاريا من عندهم الف فريال هاد بيت كوزينه رهينه 18 فريال باش كاريا كنخلصها تجا حيد ليا المكانه ديال ديال الضو ودابا باغي حيد لي المكانه ديال دي دي الماء دي الما. وعايش واحد الحاله لا يرتلاها واش مش انا ماشي بنت الشعب علاش 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 انا ما عندي حتى انا الضو علاش يحيدوا ليا هو ما يبغيش ولادو اللي الضو انا ولادي كيحافظوا على الشمع الحفاضه كيحافظوا على الشمع هادشي ما بقاش فهاد الوقت ديال هاد العصر شي دي وحده اللي دايره الشمع ودايره شي حاجه اش الله يصوب وصافي انا كنطلب الاخوان يتعاونوا معايا واخا عاد ويرا انا ولداسي عاودوا لي فاش شي حفظوا يكون عندهم الضو ما يكون عندهم عنده الماء فين يتجمعوا فين يعني تقهرت بزاف اخويا تغلبت راه عندي خمسه راه راه راجل فهاد الوقت تديروا دي خصكم ديرولي اي وحده عندكم يعني انا كنطلب الناس يتعاونوا معايا وصافي الله يرحم الوالدين مشاهدي قناه جوزي كيما شفتوا يعني الوضع ديال هذه السيده اللي كتعيش ظروف قاسية ظروف صعبه جدا فعندها وليد اللي خاص يتم نقله على وجه السرعه الى مستشفى ابن رشد مش السبيطار ديال ابن رشد باش يداوى هي ما قادلاش على المصاريف ما عندهاش ما عندهاش سكن هي غير كاليه مول الدار يعني قاطع عليها الضو هذه ثلاثه ديال السنوات الظروف المعيشيه ديالها صعيبه وصعيبه جدا مشاهدي قناه شوف تي في هذا هو الوضع ديالها كنتمناو ان شاء الله كل من شافها وشاف هذا دي المباشر ديالها يحاول يتعاون معها ويساعدها لانها محتاجه المساعده محتاجه الدعم ديالكم محتاجه لأوين ديالكم في انتظار ذلك استودعكم الله والى اللقاء